تفقد والي ولاية العاصمة مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة برج البحري وبالضبط ببلدية المرسى، حيث أن هذه المحطة تنتج 60,000 متر مكعب يوميا. وللعلم فيها 3 محطات قيد الإنشاء في محيط الجزائر العاصمة، هذه في المرسى، وكان محطة ثانية في باتوكاسي، منطقة باتوكاسي بالقرب من برج الكيفان، والمحطة الثالثة جاية في بلدية زيرالدا. إذن 3 محطات حوالي 60 إلى 80,000 متر مكعب يوميا، هذا هو إنتاجها. والمحطة هذه عندها تتربع على مساحة 5 هكتارات. الأشغال على حسب الصور راهي حوالي 60 أو 70%. وكاين هذيك يعني المبدأ اللي يمشي عليه هذه المحطات، هو كما نشوف هنا الأنابيب هذه هي تعتبر لي فلتر، هما هذا هما اللي يصفوا الماء على بحسب المبدأ نتاع لوسموس انفرس، ما يسمى بالوسموس انفرس. وهذه المبدأ هذا هو يعني الامتصاص المعاكس به اللي يتم تصفية المياه تاع البحر و يعني تدفقها في أنابيب مصفات. إذن هذه هي، واكتفي بالقدر، والسلام عليكم.